السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله نكون طيبين. معكم فهد أو يونكو شانكس. نبدأ سلسلة جديدة اليوم اللي هي سلسلة التوب فايف، وعندها اليوم أفضل 5 سيافين بالنسبة لي. حبيت أوضح شغلة قبل ما أبدأ، هي إني ما ضميت شانكس للتوب بسبب إن الموضوع ما انحسم إلى حد الآن، ما ندري هل هو سياف أو لا. ونصف الوتاكو يشوفون سياف والنصف الآخر يقول لا. قررت اني ما احطه في التوب مع انه شخصيتي المفضلة. في المركز الخامس عندنا زورو، يستحق المركز هذا من دون اي منازع. تدرب على يد ميهوك وشفنا بعد سنتين هزم كل خصومه بسهولة، والى الان ما شفنا اي ند له، ويمتلك سيف من السيوف الاسطورية. في المركز الرابع عندنا تيستا او سياف زارة، اقوى سياف في طاقم اللحية البيضاء، وشفنا قبل السنتين انه مستعمل الهاكي وقدر يجاري ميهوك. في المركز الثالث عندنا شيريو المطر، نائب يونكو ونائب سجل لمبل داون سابقا، ويمتلك سيف اتوقع انه من السيوف الاسطورية. في المركز الثاني عندنا الادميرال فوجيتورا، الشخصية الوحيدة من 5 سيافين اللي يستعمل فاكهة الشيطان. ايه فوجيتورا سياف، والدليل انه تصدى جميع الهجمات اللي تلقاها بالسيف، وما استخدم يده ولا مرة، كذا اشوف انه سياف، وفاكهته تساعده كثير في ارهاق الخصم، ويقدر ينزل نيازك من السماء. في المركز الأول عندنا الأسطورة ميهوك عين الصقر، أقوى سياف في العالم، رغم أن تجيب بوكاي إلا أني أشوفه بقوة اليونكو. درب زورو خلال سنتين، شفنا زورو أكثر شخصية تطورت في طاقم لوفي خلال سنتين، وفي حرب المارين فورد قطع ميهوك باقي لكن ما استخدم من الهاكي، وباقي فاكهة مضادة للسيوف. بسبب ميهوك إنه ما استعمل هاكي إنه ما يبي يقتل باقي. كذا انتهينا من المقطع، عطنا رايك في المقطع والتوب اللي تبيه في الحلقة الجاية. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك. كان معكم فهد، في أمان الله.